يا أهلنا يا شبابنا في حلب، احملوا السلاح دفاعا عن أهلكم وعرضكم ومدينتكم جميعا، ولا تقولوا فصيل وغير فصيل، كلكم ثوار وأبطال ومجاهدون تدافعون عن أرض وبلد وعرض. ولا تكونوا كمن ذهب إلى العدو فعاد وأعطاه سلاحا ليقتل به إخوانه المحاصرين معه. كونوا يا إخواني كما عهدناكم، والله إن العدو أجبن من ذلك، لكنه استغل تغلغله بين المدنيين وارتباك المحاصرين ودخل تلك الأحياء. والله لو أننا نحن من دخلنا عليه في المعركة السابقة لكنا لم يتبقى أمامنا يوم واحد ونحرر حلب. فيا إخواني اثبتوا واصمدوا، والله إنه أجبن من أن يصمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصركم وأن يخذل من خذلكم، كائنا من كان من الدول والحكام والشعوب، والله معنا ولن يتركنا. تكبير، الله أكبر.